السلام عليكم ورحمة الله. مش ندخل الصفقة الآن، صفقة بيع في الدولار فرنك. توم فسر علاش دخلنا الصفقة هذه. طبعا كما أي إنسان جديد في الفوركس، من المستحسن أنه يبحث قمم يبيع منها، مثلا القمة هذه القمة هذه القمة هذه، أو قيعان يشري منها، مثلا القاع هذا القاع هذا، معناها الشيء اللي هو معروف. كنت نزلت سجلت من قبل، سجلت فيديو يعني عنوانه متى نشتري من القمم ومتى نبيع من القيعان. صادفني اليوم بوست متاع أخ قال لك معناها أغلب المحللين يبيعوا من القيعان ويشريوا من القمم، ثم عفوا إذا قال أغلب المحللين يبيعوا من القيعان ويشترون من القمم، ثم يسألون أسباب المرجنة. حبيت نعطيه إشارة، يعني ليس دائما الشراء من القمم والبيع من القيعان، يلزم تعرف وقتاش تدخل بيع من القيعان وقتاش تدخل شراء من القمم. مثلا لهنا قاع، هنا عندنا قاع شمع في منبار، ثم صعد السعر، ثم نزلت الشمعة الحمراء هذه، مثلا دخلت انت بيع من المكان هذا، يعني يعكس بيك السعر حوالي 65 نقطة، ثم ينزل 140 نقطة. كيف كيف لهنا المثال، نلاحظوا هي الفكرة وين. الفكرة كونه عنا لهنا قاع، وقاع كسره القاع هذا، لو رسمنا على اللاين شارت يكون أوضح. ظاهر إذا المقاومة هذه تم كسرها، كما نلاحظوا احنا على فريم اليومي. لو نزلنا على فريم الـ4 ساعات نلاحظوا كونه شمعة قوية أغلقت، هي مازال ما أغلقتش، لكن كما نلاحظوا تحت فاتت ذيل الشمعة هذه، ذيل شمعة الجمبار أيضا فاتت الذيول الاثنين هذه. إذا باش نشوفوا احنا الآن هدف الصفقة وين باش نحددوه. أنا صراحة نحدو نقيس نحط الفيبوناتشي على الموجة الصاعدة الأخيرة هذه، ونحدد الهدف هو مستوى 130 فيبو. طبعا الهدف 34 نقطة، ووقت الخسارة باش يكون تقريبا نشوفه فوق المستوى 100 بقليل، يعني 27 نقطة، والهدف 34 نقطة. نوقف الفيديو ونرجع إن شاء الله. إذا رجعت من جديد، حبيت نشير الملاحظة كونه اليوم الجمعة، كما نلاحظوا الساعة 9 ليلا و24 دقيقة، يعني باقي على إقفال السوق تقريبا ساعتين ونصف. إن شاء الله نكمل الفيديو قبل ما يقفل السوق باش نشوفوا الصفقة. عفوا عفوا على الانقطاع. إذا قلنا هذه صفقتنا، كما نلاحظوا مازال تقريبا ما تحركش السعر. بإذن الله
حتى لو ولو عكس المستوى 100 فيبو اللي هي المقاومة هذه اللي رجعت السعر، حتى لو عكس بإذن الله المقاومة هذه باش تصبح دعم، ثم ينزل يجيب لنا الهدف بإذن الله، باش نحطوا الهدف مع المستوى 130.9. إذن باش ما نطولش عليكم نوقف الفيديو ونرجع إن شاء الله. إذن رجعت من جديد، كما نلاحظ هذه سقطتنا، باش نعزز صفقة أخرى. إذن كل ما يصحح الزوج ندخل في التعزيز. أنا مشكلة في النت على ما أعتقد. نوقف الفيديو ونرجع إن شاء الله. إذن رجعت من جديد، كما نلاحظوا فور الدخول بدون انعكاس صحح الزوج تقريبا في الشمعة هذه، تقريبا صحح، لكن معكسش بينا مع الصفقة الأولى، دخول الصفقة الأولى. طبعا الهدف في المستوى 130.9 باش نعلق أمر شراء. لأنه بإذن الله مع المستوى 130.9 باش يرتد السعر. إن شاء الله ما يطولش الفيديو. إشكال في النت. إذا وقف الخسارة باش يكون تحت المستوى 161 بقليل. نوقف الفيديو ونثبت الأهداف ونرجع إن شاء الله. إذا رجعت من جديد، كل ما يصحح الزوج عندنا فرصة بيع بإذن الله. الصفقة الأخيرة الآن يمكن ندخل ستوب الصفقة الرئيسية الأولى هذه، نزلوها عند الدخول. نضمنوا الأرباح. إذن نوقف الفيديو ونرجع إن شاء الله. إذن رجعت من جديد، باش نوقف الفيديو لأنه كما نلاحظوا تقريبا ساعة إلى 10 دقائق ويغلق السوق. باش نوقف الفيديو ونسجلوه المفيد. إن شاء الله تكون الفكرة وصلت، كونه البيع من القيعان والشراء من القمم عندها يعني تبريراتها، وتكون أهدافها سريعة أسرع من أنك تخمم باش تشري من القاع. لأنه كما لاحظوا مثلا
لهنا عنا قاع صعد منه الزوج. لما نزل للمستوى هذا أول ما تدخل شراء كما نلاحظوا يعكس مباشرة، لكن لما تبيع مع كسر القاع السعر ينزل معاك بقوة. احنا قلنا الفكرة هذه يعني شراء عند المنطقة هذه ماهيش إشكال، كما نلاحظوا السعر صعد بقوة، لكن الإشكال وين؟ كونه لازم تدرس وين يكون وقف الخسارة. مثلا المثال هذا هي فرصة، المثال هذا مش نعرف السعر بعد ما دخلنا الشراء مثلا من المنطقة هذه وعكس بينا السعر، باش نعرفوا انه باش السعر باش يرتد من مستوى لحظة كما نلاحظوا معناها ما فماش حديث. المستوى 130.9 كما نلاحظوا ارتد منه السعر، هو في اغلب الاحيان يوصل الى المستوى 161، يعني لما شرينا من المكان هذا وقف الخسارة لازم يكون تحت المستوى 161 على الأقل بعشرة نقاط أو أكثر، كما نلاحظوا تقريبا 60 أو 70 نقطة ستوب، أكثر من 70 نقطة، والهدف كما نلاحظوا باش يكون على الأقل 140 نقطة. كما نلاحظوا الاستراتيجيات كلها تكون معناها لازم تكون مدروسة، تكون تحدد أهدافك. طبعا أحسن طريقة باش تحدد الأهداف سواء بالفيبو اكسبانشن أو بالفيبو ريتريسمنت. مثلا هدف الصفقة اللي دخلت هذه عندنا لهنا المقاومة هذه تم كسرها، نجمو نحدو الهدف اللي هو المستوى 61. الفيبو اكسبانشن انا نرسمه بالطريقة هذه، كما نلاحظو السعر باش يوصل بإذن الله للمستوى 61. احنا مأمنين وقف الخسارة لصفقة الشراء المعلقة لهنا تحت المستوى هذا، لأنه في أغلب الأحيان كما لاحظنا الفرصة هذه السعر يرتد من المستوى 130.9 للفيبو ريتراسمنت. كيف كيف المثال السابق هي فرصة الواحد بشي، احنا عنا القمة هذه مثلا السعر ارتد منها ثم كسرها بعد إغلاق الشمعة هذه، دخلنا مثلا شراء، هذه النقاط اللي نحكو عليها الشراء من القمة، يعكس يعني الشيء قليل ثم يصعد. باش نحدد الهدف بالفيبو اكسبانشن المستوى 61، نرسم من القاع إلى مستوى المقاومة ونسحب إلى فوق، كما نلاحظوا يجيب الهدف مع المستوى 61 ثم يرتد السعر، يعني اختراق كاذب. هذا طبعا الاحتساب سبريد، لأنه الهدف بإذن الله يكون مع المستوى 61 بالضبط. لو حددنا ارسمنا بالضبط، لو كنت حكيت في فيديوهات سابقة على الفيبو اكسبانشن طريقة رسمه، كما نلاحظوا الهدف يعني الدخول كان تقريبا من الشمعة الحمراء هذه، يعكس بينا 30 نقطة. طبعا احنا الهدف 70 نقطة او 73، اذا الستوب باش يكون تقريبا 35 نقطة او 40 نقطة، كما لاحظوا 35 نقطة، والحمد لله عكس و سعد جاب الهدف. ان شاء الله يكون عفوا، ان شاء الله يكون الفيديو هذا فادكم. اي استفسار تنجموا تتواصلوا معايا على القناة او على حساب الفيسبوك.
إن شاء الله بقيت أسبوع طيبة. السلام عليكم ورحمة الله.